من هو الله؟ الله خالق كل شيء، سبحانه. الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. الله هذا الذي تجرأنا عليه، الذي أحسن كل شيء خلقه. الله نور على نور. الله أحسن الخالقين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أعلم أن قلبك بدأ يتحرك وبدأت تشعر حقيقة الذنوب اللي راحت. ليش؟ لأنه بدأ المفتاح يقرب تعظيم الله. بدأنا نعرف من هو الله لما نعود إلى كلام الله عز وجل. الله الذي أحسن كل شيء خلقه، كل مخلوق في هذه الدنيا خلقه الله عز وجل، وأنت منهم وأنا منهم. من هو الله؟ سيجيبك الله. الذي خلق السماوات والأرض. طب قارن نفسك بالسماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ قارن نفسك. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في ربي. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. كم ما بينهما؟ مسيرة 500 عام في 6 أيام. يقول العلماء ويستطيع الله عز وجل أن يخلقها في كن، ولكن يعلم عباده الصبر. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. من هو الله؟ الرحمن فاسأل به خبيرا.